لكن لريحك وريح إن كان هناك من يسأل، ليس هناك قوات، جيش، تشكيلات عسكرية، وحدات عسكرية إيرانية على الأراضي السورية. ما هو موجود هو ضباط إيرانيين مع الجيش العربي السوري. نحن في حالة حرب، نحن بحاجة لأي مساعدة عسكرية طبعا، لكن قوات وجيش وما يصور بالإعلام غير موجود. لا إيران طلبت إرسال ولا هو موجود، فلنرتح من هذه القضية. وجود قوات من عدمه مهما كان نوعه أو شكله أو جنسيته على الأراضي السورية هو قرار سيادي لا يتدخل به أحد ولا يحق لأحد لا أن يطلب ولا أن يملي. هذا قرار سيادي. أنت في حالة حرب، الدولة السورية في حالة حرب، من الطبيعي أن تطلب أقصى ما يمكن لها أن تطلبه من الحليف، وأنا أؤكد بأن الحليف الروسي قدم أقصى ما يستطيع أن يقدمه أثناء الحرب أو الآن في الوضع الاقتصادي. الشعب السوري لن يموت لا جوعاً ولا برداً. الآن ما تقوم به الدولة السورية هو محاولة لكسر هذا الحصار، واستطاعت كسر هذا الحصار بطرق مختلفة وعدم إصابة هذا الاقتصاد بالشلل، وبالتالي تأمين الاحتياجات الضرورية ولو بالحد الأدنى للمواطن السوري. وكما الخطط الميدانية لا تفصح، فأنا أكيد لن أفصح الآن عن أي طريقة لكسر هذا الحصار وكيف كسرناه. الشعب السوري لن يموت لا جوعاً ولا برداً. فعلاً العلاقة مع سواء الإمارات أو حتى مصر علاقات يعني في أستطيع أن أسميها جيدة عادية، لكن فلنكن منصفين أيضاً. أي دولة ستدخل معك الآن وأنت بحالة حصار وأنت بحالة عقوبات ستتعرض للضغوط، وبالتالي ليس من السهل على هذه الدول أو غيرها أن تكون يعني مبادرة وتكون واضحة بالتعامل وتكون تستطيع كسر هذا الحصار. أود أن أتقدم أيضا بالشكر لكل فرد في هذه القوات المسلحة التي حارب الإرهاب معنا في سوريا، لكن بالمقابل هو حمى سوريا وساهم بحماية روسيا والشعب الروسي. ومثل هذه القرارات معروف أنها لا يمكن أن تتخذها القيادة الروسية بدون تأييد شعبي، وهذا التأييد الشعبي هو الذي التقى مع الرئيس بوتين في قراراته. فشكرا، شكرا لهذه القوات وشكرا للشعب الروسي وشكرا لكم. الشعب السوري لن يموت لا جوعاً ولا برداً.